السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. اليوم غنشارك معكم واحد الطواجين ديال الكبسة، ولكن ما تكونش طايحة عليكم الفكرة على بالكم. قلتها لأمي، قلت لها غندير لك واحد الطواجين الفلان الفلاني، وهي تقول لي ما عرفت كي غايجي عمرك كايلاه. قالت لي يلا، قلت لها صافي انا غنديرو لك دابا. يلا خليكم معايا حتى نتوما على الطريقة والمكونات. كلشي عندي هنا. اول شيء كنبدا به هو البصلة. الطاجين راه درت ليه واحد القصديرة تحتو ودرتو تاي سخن تما، وغنشد غير البصله وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، شرائح يكونوا رقاقين في الطول هكا جوليان كما كنقولوا ليهم. غادي نستعمل هكا حتى تنقطع هاد ثلاثه الحبات ديال البصله اللي درت، وغادي نتلاقى معكم. درت ثلاثه، كثرت البصله باش غياكل حتى تجاكم، لان تيبغي هو البصله بهذه الطريقه. هذه غنعطيها ليه قبل ما ندير فيها اللحم باش عاد نديروا لينا حلا الجبنه اللحم كما كتعرفوا جاكم وما كياكلوش. غنستعمر هكا. هنا دابا قطعت غير جوج بصلات، الطاجين ها هو هنا كيف ما كتشوفوا معايا. غندير فيه شويه ديال الزيت هكا، وغنوضع فيه هاد البصله هاد الاولى اللي قطعتها جوج حبات باش ما نضيعش الوقت. وانايا غادي نبدا نقطع الاخرى. نتوما غنخليهم هنايا يدبالوا، وانا غادي نستمر تنكمل هاد البصله الاخرى. هاد باش نوري لكم داكشي الاخر اللي غادي نضيف. اوكي صافي، هنا كملت. غادي نضيف البصيله الاخرى حتى هي. وغنضيف ليها واحد شويه ديال الملح، هاد الملح اللي عندي منسم بالاعشاب. بغيتو ديروه نتوما، ما بغيتوش ديروه غندير غير شويه. ديروا الملح العادي. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الملح، رانا ديجا مشاركاه معكم ديال الاعشاب في اول تعليق اولا في صندوق الوصف. وغندير واحد شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الكركم، شويه ديال القرفه. اوكي ندير القرفه غادي نكثر فيها شويه لان هي اللي كتنسم. اوكي صافي، غادي نحرك هاد المكونات وغنخليها هنا تدبال. نسد عليها دابا الطاجين ونخليها هكا، نتلاقى معكم ملي تدبال ان شاء الله. كويسه نورا فيها بيدر امور هي ميو كوجوار جاكم جاكم يلا جاو جاب القزبر. بغيتو من بعد هذا ماشي دابا، دوبو جاكم دوبو سيرفي ما دوبو باينه. هذا القزبر ملي يجيكم هكا ولا المعدنوس ولا شي حاجه غنديروه في واحد الكاس دميون بكيري جاكم واحد الكويس وتديروه في الماء وتخليوه في الثلاجه. انا غنوري لكم هذا اللي قديم عندي. ها هو هذا راه شحال، راه اكثر من 15 يوم هو عندي هنايا. هذا ها انتم شفتوا، حق تنشدو تنغسلو القزبر، غنديرو تحت الروبوني ونغسلو مزيان تنشلو، وتندير في واحد الكويس الماء وتنخشي فيه بحالكم، نخليه في الباب ديال الثلاجه وتبقى لكم حتى يسالي القزبر. تبقى هكا طري، ندير لا ميكا لا والو، تبقى مزيان ليا الثلاجه ومنها تبقى طري صافي. ولكن تغسلوه باش ملي كنجبدو كنلقاه نقي، كنبدا نهز منه نيشان مباشره صافي. تلاقاو من بعد. هانتوما هالبصيله دابت مزيان، باقا ما طابتش ولكن عاد بالت. في هاد الحاله كنضيف لها واحد شويه ديال الزعفران شعيرات هكا، وغادي نضيف ليها 150 غرام. واحد المويكه فيها 150 غرام ديال الزبيب ها هي، وغادي نحرك كلشي. وغنخليها دابا حتى تطيب مزيان. وانا في هاد الاثناء هذه غادي ندير، درت هنا شويه القزبر رققته مزيان هذا اللي جاب جاكم دابا. وعندي هنا غير الكفته ها هي، غادي نضيفها لهاد القزبر، وغنضيف لها واحد البيضه وحيده هكا، وغندير واحد شويه ديال مي تبغي الحار ياك، شويه ديال الكامون. كامون زوين كيجي فيها واعر. وغندير واحد شويه كيكه ديال الملح. اوكي غنجيب الحار ما دايره فيها الزيت، هو يتجمد فوق هذاك الزيت هنايا كيف ما كتشوفوا هكا، تيولي جامد باش تعرفوا الزيت زوين تيجمد صافي. بركه علينا.
هاد الحاله دابا غادي نخدم كلشي بايديا انا. غادي نخلط دابا كلشي هكا غادا نعجنها. بابريكا غنزيد ليها شكون لي باسي لا بابريكا. ايكو لا بابريكا هادي على الحلوه التحميره ديك اللي طحنت معاكم ديال المغرب. باستا صافي جاكم صافي. دابا غنعجن هادشي مزيان حتى يدخل هاد البيض وهاد الربيع ولا القزبر كلشي فيها. هنا دلكتها مزيان مهم هاد العمليه باش تجيكم رطيبه ندخلوا فيها كلشي هذاك المكونات. صافي دابا غادي نبدا نشكلها. غنديرها كويرات هكا ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما انا غنديرهم بهذا الحجم هذا. يا ربي يجي شي حد يتغدى معنا امي. قلت لك يا ربي يجي بالله شي حد يتغدى معنا. يا ربي امين يا ربي امين. زوينات انا دابا حامض معك والله الله. غنستعمل هكا تراكم ما تيعاونش ياكل معاك اللحم والو. دونك يا يوتي ما نجاري الطاجين. نو 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 قالك نو نو. ديفيديامو 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 لي شيبولي. نهار العيد رانا تناكل في الكوتليت هو تيهر داير الحوت. نهار العيد رانا تناكل في الكوتليت هو تياكل في الحوت. اي ميتي سالمونه. ايوا قلت ليه علاش؟ السالمونه فوميغادو ميتو ايه. هو احسن ليه. هو احسن ليه ولكن ضرب كاميرا تي كايناو. خاصنا ننوعو شوية. احسن ليه هاكو غا اللحم. ايه. غنزول ليجيرو. اوكي. انا غنستعمر بكا تنكمل ونتلاقى معاكم ان شاء الله. هنا كملت الكواري ديال الكفته غنشوفو الطويجين. ها هو ها انتوما البصيله دابا ها هي دبالت. فهاد الحاله غادي نقص الجاكومو للزبعه الاخرى. غنقصو ليه هنايا شويه لانه هو ما بغاش ياكل اللحم. اوكي خلينا شويه من اختي بغينا نجريو بركابيه. وشويه لينا وشويه ليه. حنا درنا العدل عطينا هو النص كاع. حنا جوجات النص هو واحد النص. ها ها انتم صافي شبيتي. وتنحط دابا الكويرات هنايا وغندير واحد نقيطه ديال الماء شويه هكا. الماء طايب درتو عندي الماء طايب هنايا في المقراج باش ما تحرقش ليا باش تخلي ليا الكفته طيب على راحتها. صافي وغادي نتلاقى معكم ملي وجدت كلشي ان شاء الله. هذه ديال جاكومو تيدير ليها هو السومو ولا اللي بغى غادي يديروا معاها وياكلها. المهم راه هي طايبه ليه. صافي نهائي ديال الطويجين غنوريه لكم. ها هو غتشوفوا معايا هذا هو شكلي قلبتهم بالحق. هذوك الكفتات اللي طابوا من هذيك الجهه قلبتهم من الجهه الاخرى. غادي نهزو دابا وغادي نوضعو هنايا. هاد الخبيزه راه دايراها في الفران دايراها حتى تسخن. اوكي غنحطو حتى هي معاه هنايا. الغديوه ديال جاكومو ها هو. شوفوا واش دار جاكومو. دار هاد القرعه ها هي تيقلي فيها ودار عليها الثوم والقزبر وزينها بالقزبر والمعدنوس والنعناع وداكشي. ودار هنايا ديك سميتو ديالو ها هي ندفع هذا اللور. هذاك السومو مع ديك البصله المعسله هي هادي. ندير لك شويه قزبر نتاعكم وسبيطه. ندير شويه قزبر هنايا بقى نقطعه وندير شويه هنا في الطاجين. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الغديوه ديال النهار. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد. لاول مره كتزور القناه ديالي بارطاج مع الاهل والاحباب واصدقاء الصديقات ديالها. والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش معكم فيديو. مع السلامه.